رحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ فضيلة الشيخ ابن رمزان هاجري، معك إخوانك من دار الأثرية، كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. الله يحييك. يعني نحن إن شاء الله في الموعد من أجل الكلمة التي وعدتمونا إياها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، الحمد لله على ما من به من هذا اللقاء بإخوة لنا عبر الهاتف. لا شك أن الله تبارك وتعالى خلقنا بأمر عظيم، فقال سبحانه عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة هي إفراده بالتوحيد، والتوحيد معالمه ظاهرة في حياة المسلم من صباحه إلى مسائه. الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين دعوة الناس إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه دعوة الأنبياء والرسل، أن اعبدوا الله هذا فيه معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هذا فيه معنى لا إله. فجميع دعوة الرسل هي دعوة إلى لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أبناء اللات أبانا واحد. فدعوتهم جميعا إلى التوحيد. وما يتعلق بشأن الأمور العبادية فلكل جعل الله تبارك وتعالى شرعة ومنهاجا من هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم السلام، على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومما تجدر الإشارة إليه في معاني التوحيد أن العبد في كل حياته وفي كل تصرفاته وفي كل أقواله وفي كل أفعاله أن يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى. وهذا هو توحيد العبادة، إفراد الله بأفعال وأقوال واعتقاد المكلفين. أما ما يتعلق بتوحيد الربوبية فهو إفراد الله بأفعاله، فهو المحيي والمميت والخالق والرازق. وأما توحيد الأسماء والصفات وإفراد الله تبارك وتعالى بما سمى ووصف به نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته لأنه نبي صلى الله عليه وسلم دون تشبيه أو تمثيل أو تأويل أو تحريف، بالوجه الذي يليق به سبحانه عز وجل. هذا يشمل جميع أنواع التوحيد. إذا تأمل في حياة الإنسان منذ أن استيقظ من صباحه، ولذلك لو أخذنا على سبيل المثال أذكار الصباح، أذكار الصباح أول ما يستيقظ الإنسان: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فهذا إفراد له سبحانه عز وجل بالإحياء والإماتة، ثم إيمان بالبعث والجزاء والنشور والحساب. فلو تأملنا في الأذكار الصباحية
عندما يستيقظ الإنسان كلها توحيد. فأول ما استيقظ الإنسان الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، فهو سبحانه عز وجل الذي أبقاك حتى أصبحت ويبقيك حتى تمسي وأحياك بعد إماتة ويميتك بعد حياة. يبدأ الإنسان قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، أدعية أذكار في الصلاة أول ما يبدأ براتبة الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. تأملوا، فهذه فيها معلم من معالم التوحيد. أول ما يبدأ الإنسان بركعتي الفجر يقرأ هاتين السورتين، فالأولى تعدل ثلث القرآن، والثانية تعدل ربع القرآن، وكلها توحيد وعبادة لله عز وجل. سورة الإخلاص كاملة من أولها إلى آخرها، قل هو الله أحد، كلها توحيد. وقل يا أيها الكافرون براءة من الشرك. إذا قرأها الإنسان ومات مات على الفطرة. هكذا بدأ الإنسان في راتبة الفجر في دعاء الصباح، ننظر لدعاء المساء كذلك، بك أمسينا بك نحيا بك نموت. سنة المغرب وهي خاتمة النهار، أول ما يبدأ الإنسان قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، هذه السنة وتلك الراتبة. وتره في الليل قل هو الله أحد، يقرأ الشفع والوتر، سبح اسم ربك الأعلى، ثم تليها الكافرون، ثم تليها قل هو الله أحد. كل ذلك تنبيها للإنسان. مساء في أذكار النوم كذلك، آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، معالم التوحيد ظاهرة في حياة الإنسان في أقواله وفي أفعاله، في صلاته في معاملاته. إذن محياك ومماتك لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب. فحياتك كلها لله تبارك وتعالى، سكناتك مقاصدك لله عز وجل. هذا هو الموحد، هذا هو الذي يراقب الله عز وجل في دعائه استغاثته. مالك فتسأل من أين اكتسبته وبما أنفقته، شبابك كذلك، علمك اللي تعلمته ماذا تعلمت وماذا عملت. لما يعيش الإنسان على هذه السلوكيات ترتقي في النفس المراقبة والخشية والخوف، وهذه مراتب عليا في الدين، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا عاش الإنسان علم أنه من بداية نهاره إلى خاتمة ليله، من أذكار صباحا إلى أذكار مساء، كلها في التوحيد وفي معالم التوحيد. الصيام كله لله عز وجل، كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، لأنه شهر الإخلاص، الصوم شهر الإخلاص، يحتبس الإنسان عن شهوته وعن رغباته بحثا عن رضا الله عز وجل. الحج كله مظاهر من مظاهر التوحيد، من بدايته من تلبيته لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كله توحيد من بداية الطواف. توحيد بسم الله الله أكبر، الصفا والمروة توحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده في الدعاء. إذا كله توحيد في توحيد الصفا المروة، كذلك عرفة خير ما قلت أنا والنبي من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت، حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مزدلفة كذلك في المشعر الحرام الدعاء، رمي الجمرات الله أكبر، نحر الهدي كذلك بسم الله الله أكبر، طواف الإفاضة وهكذا، كل ذلك مظاهر التوحيد واضحة جلية فيه. الزكاة يبحث عن مرضات الله عز وجل، لم يجبره أحد، المال من الله، فأخرج ذلك لوجه الله يبتغي ما عند الله. كل هذا يدل على أن أشرف عبادة يمارسها الإنسان هي توحيد الله وحده لا شريك له. ولذلك إذا أقبل العبد على الله بالتوحيد وفق ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بعدل هذه الأرض، قراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. لذلك حديث البطاقة هذا معنى قلب امتلأ بالتوحيد. السجلات الذنوب عنده أخطاء، عنده ممارسات بلغت 99 سجل، أتي ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فطاشت السجلات بما في هذه من عقيدة التوحيد. ليش معنى هذا يا عبد الله؟ مارس المعاصي وخاف المعاصي ولكنك لم تشرك، لا، معنى هذا أن كلما ازددت لله إيمانا كلما غفر لك سيئاتك ولا تعود إليها. فالتوحيد باب عظيم، وهو أشرف عبادة يمارسها الإنسان. التوحيد لا يعادله شيء، ليس مثل الشيء في العبادات. ولذلك يغفر الله عز وجل بكل الذنوب بالمشيئة إلا الذنب الذي يزاحم التوحيد، لا يغفره الله وليس داخل في مشيئته، وهذا حكم سبحانه عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كونه أعظم ذنب لأن الله لا يغفر لصاحب الشرك ومتوحد بجهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار خالدين فيها أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. كل هذه الوعود، هذا الوعيد الواقع في الشرك، تهديد بقبح هذا الفعل، كل الذنوب تطهرها النار إلا الشرك خالدين فيها أبدا، لا تطهرهم لشدة ما وقعوا فيه من جرم، كل الذنوب تحت المشيئة إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنصح نفسي وإياكم بالحفاظ على التوحيد في أقوالنا وأفعالنا واعتقادنا، والحذر من الشرك في أقوالنا وأفعالنا واعتقادنا. فلابد أن نراقب القلوب والأفعال والأقوال وأن تكون خالصة لوجهه تعالى،
وأن نحذر من البدع وأن نلزم السنة وأن نبتعد عن المعاصي والمنكرات وأن نلازم الطاعات، نصل الأرحام، نترك الحرام من الخنا والزنا والربا، ونبتعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يميتنا على التوحيد والسنة، آمين، وأن يكفينا وإياكم شر الشرك والبدع والمخالفات، آمين. أسأله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا وإياكم للبر والتقوى، آمين، ومن العمل ما يرضى، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام شيخ، بارك الله فيك يا شيخنا وجزاكم الله خيرا وجعل هذا في موازين حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ، هل ممكن